في الخبر الثقافي، تتواصل في مدينة البندقية الإيطالية فعاليات مهرجان البندقية الدولي للفيلم في دورته 74. بالأمس عرض شريط وليلي فوليبيليس لمخرجه فوزي بن سعيدي، والذي يمثل المغرب في هذا المحفل السينمائي. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من البندقية الزميل بلال مرميد الصحفي والناقد السينمائي. صباح الخير بلال. صباح الخير إيمان. بلال، كيف تفاعل النقاد وجمهور مهرجان البندقية الدولي للفيلم مع شريط وليلي لمخرجه فوزي بن سعيدي؟ إذن إيمان، تعرفين بأن المهرجانات الدرجة الأولى أو ما نسميها بأمهات المهرجانات العالمية، عادة حينما تستقبل أي شريط فالأضواء تتوجه نحوه، بمعنى أنه مثلا قاعة لا بيرلا هنا في البندقية، في الليدو في البندقية حيث عرض أمس شريط فوزي بن سعيدي، كانت مملوءة عن آخرها طبعا بحضور وسائل إعلام إيطالية، مع تركيز وسائل الإعلام الإيطالية لأول مرة على فيلم مغربي بهذه الطريقة. شريط وليلي ظل فيه فوزي بن سعيدي إيمان وفيا لأسلوبه، فيلم يبدأ هادئا مثل مخرجه الذي يبني قصة حب فيها كثير من العنف، ثم يدخل على الخط هو نفسه لكن هذه المرة مشخصا إلى جانب منافسه ويعطيان رفقة محمد الشوبي المعنى الذي نطلبه عادة من صاحب الدور الثانوي في وليلي، وثقة بن سعيدي في كل من محسن مالزي الذي اشتغل معه سلفا في ديت فوسيل موت للبيع، ونادية كوندا، وباستثناء بعض الفترات التي يتيه فيها شريط فقد كان في المستوى، واستفاد من توجه المخرج لأول مرة في مشوارهم نحو التركيز على شخصياته على الملامح لتمرير الأحاسيس إيمان، بمعنى أنه ذهب اللقطة المكبرة الجرو بلون، الأمر لم يكن حاضرا في أشرطته السابقة سواء ألف شهر أو موت للبيع أو يا له من عالم غريب، لأنه عادة اللقطة المكبرة فوزي كان يتفاداها لأنها تستعمل بالخصوص في الأعمال التلفزيونية. وهناك دعنا نستمع قبل أن نواصل معك، دعنا نستمع لمداخلة أو المداخلة التي أدلى بها فوزي بن سعيدي أو التصريح أدلى به لميكروفون الزميل بلال مرميد موفد إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا إلى البندقية. اقتراب من الممثلين، انه طرحت بشكل اساسي اللقطه المكبره لو غرو بلون. انا كان عندي موقف شويه من لو غرو بلون، انه الاستعمال ديالو في التلفزيون خلى ان السينما حتى هي ولات كتستعملو بزاف، وداك الشيء كيف ممكن ان اشتغل على اللقطه المكبره لو غرو بلون؟ شنو ممكن نخرج منه في تصوير الممثلين عن قرب؟ يمكن خليت الكاميرا تكون بيرميابل بالاحاسيس. توجهت دعوات كثيره للفيلم في الصراحه، مهرجانات كان ثلاث أشهر الجاية كاملة ديجا عمرات مهرجانات غيمشي ليها الفيلم.